السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. نقرأ من القرآن مرة أخرى، ما زلنا فاتحين على سورة مريم في آية رقم 65، يعني إلها مدلول كده. نشوفه مع بعض، نقرأ مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. كمان مرة، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الحقيقة يعني الآية هذه حلوة كتير، يعني بتعلمنا كتير. رب السماوات، نيجي مع بعض نفهم يعني إيش بتقصد بعض معاني من هاي الآية، يعني إن شاء الله. رب السماوات والأرض، مين هو رب السماوات والأرض؟ الله عز وجل، الله هو رب السماوات والأرض، هو مالك الملك، هو المالك، هو الملك، هو الخالق، هو الله. وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما، خالق السماوات والأرض وما بينهما، يعني الله عز وجل بده يقولنا أنه في يعني خليقة وخلق بين السماوات والأرض، يعني المسافة بين السماوات والأرض يعني مسافة شاسعة جدا. أنت شايفين يعني قديش الكون كبير واسع، الأجرام السماوية والنجوم والكواكب. فرب العالمين عايز يقولنا أنه هو خالق السماوات والأرض، هو مالك السماوات والأرض وما بينهما، يعني اللي بين السماء والسماوات والأرض. يعني إحنا عندنا بالأرض هنا طبعا في السماء، يعني السماء الأولى والسماء لغاية السماء السابعة، يعني 7 سماوات. هاي مسافات ضخمة من اليونيفرس ومن الكون، يعني تقدر ب يعني مليارات المليارات من وتريليونات من السنين، السنين الضوئية كمان، يعني مش السنين بتاعتنا العادية، لا سنين ضوئية. فالله عايز يقولنا انه احنا انه هو اللي خلق الأرض والسماوات وما بينهما، انه في خليقة وفي خلق احنا ما بنعرف ايش فيه، يعني احنا ما بنعرف الا الله، الا اللي علمنا اياه الله يعني بالكتاب بالقرآن. ولكن هذا دليل على انه في خلق بين السماوات والارض، في خليقة، يعني ما بنعرف ايش هي الخليقة، سواء كانت نجوم، كواكب، مدارات، يعني مخلوقات، لا ندري. فاعبده واصطبر على عبادته، فاعبده واصطبر لعبادته، يعني الله عز وجل عايزنا نعبده عبادة، وأن العبادة يعني نصبر عليها، يعني نصبر عليها، يعني تعرفوا أحيانا الواحد مثلا صلاة العشاء مثلا بكسل، يقول لك يا الله لا أنا بدي أقوم أصلي العشاء، لقيت والدنيا برد وبدي أتوضأ وأطلع، وهذا يعني الإنسان، يعني متعرفين الإنسان، يعني الإنسان كسول. بقول لك يعني إنه أنا بدي أصحى بدري الصبح وأتوضأ وأقوم من النوم وأصلي الصبح، يعني الإنسان بكسل أحيانا إنه يصلي. ولكن الله بيصبرنا وبينصحنا إنه إحنا نصطبر. يعني إيش نصطبر؟ يعني نصبر ونصبر 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 ونتحمل، اللي هو يعني الصلاة والعبادة، والعبادة اللي هي الصلاة، يعني الذكر، الصلاة ما هي ذكر ورياضة. فهذا أمر الله، يعني إنه نصيحة لنا إنه نعبد الله ونصطبر على هذه العبادة، لأن يعني العبادة أحيانا بتكون يعني صعبة. الإنسان أحيانا بيكون مريض، بيكون مثلا كبير بالسن، بيكون مثلا متغرب أو مناطق مثلا صعبة. فأمره الله ونصحه أنه يصبر ويصبر ويصبر ويصبر، يعني مش فقط أنه يصبر، لا يصبر،
يعني صبر مع تفكير، مع صبر مع يعني أمل، صبر مع رحمة، صبر مع يعني أي شيء تاني ممكن يكون. يعني لو بده الله يقول بس صبر كان قال صبر اصبروا، لا قال واصطبر. اصطبر اللي هي الصبر بالإضافة إلى يعني التحمل والجلد والمثابرة، يعني هي صبر مثابرة، يعني الصبر على يعني الصبر على المثابرة في العبادة. وأنا أرجو أن أكون الصواب على هاي. كمل، هل تعلم له سمية؟ فسؤال من الله بيسألنا، يعني بيقولنا هل تعلم له سمية لله؟ سمية يعني مش اسم، لا مكانة، يعني لا فيش بالدنيا بنعرف أو ما بنعرف شيء يشبه الله، لا يمكن تلاقي شيء يشبه الله، مستحيل. الله فريد من نوعه، حتى اسمه الله، يعني الله تحدى العالم العالمين سواء جن أو إنس، إنه أي واحد فيهم بس يسمي ابنه الله. عمرك شفت واحد سمى ابنه الله؟ مستحيل. تحدي رب العالمين تحداه للبشر من أول يوم القيامة، إنه واحد يجي يسمي ابنه الله، مستحيل. يعني لن تجد له سمية. هل تعلم له سمية، صفات أو اسم؟ مستحيل، لأنه الله عظيم. بهيك انتهينا من الآية، وإلى اللقاء في آية أخرى وحلقة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.